الدولة الطولونية. الطولونيون سلالة من الأتراك حكمت في مصر، الشام وفلسطين، وكانت عاصمتهم الفسطاط. ينتسب الطولونيون إلى مؤسس السلالة طولون، الذي كان من الجنود الأتراك في جيش العباسيين، تدرج في الرتب حتى أصبح رئيس الحرس الخاص بالخليفة العباسي المأمون في بغداد، ولى الخلافة المعتز ابنه أحمد بن طولون على مصر، وفور توليه أبدى استقلالية كبيرة في حكمه، وعن طريق مناورات سياسية مع القادة العسكريين استطاع أن يضم إليه الشام وفلسطين. خاض أحمد بن طولون العديد من المعارك لصالح الخلافة العباسية وإخماد الثورات التي قامت، كما حارب البيزنطيين وقضى على تمرد ابنه العباس في مصر، كما انحاز إلى جانب الخليفة المعتمد عندما اختلف مع أخيه الموفق، فدب الجفاء بينه وبين الموفق، مما أدى لإصدار أمر بعزله وتنحيته وسبه على المنابر، لكنه رفض الأمر وبقي مستقلا بحكم مصر، وجمع القضاة والوجهاء وأعلن عزل الموفق عن ولاية العهد، ثم عاد وتصالح معه. أنشأ ابن طولون عاصمة جديدة لملكه، سماها القطائع، وعمرها على غرار مدينة سامراء، وأنشأ بيمارستان لعلاج المرضى، كما بنى المسجد المعروف باسمه حتى اليوم. بعد وفاته وبعد وقائع وحروب كثيرة، تمكن ابنه خماروي عام 270 للهجرة من أن ينتزع الاعتراف باستقلال حكمه في مصر والشام، وتصاهر مع العباسيين عندما زوج ابنته قطر الندى من الخليفة المعتضد، فوسع المعتضد ولايته لتمتد من الفرات إلى برقة. قتل خماروي على يد خدمه، وتولى بعده ابنه أبو العساكر، وكان صغيرا في السن، فامتنع بعض القواد عن مبايعته وانصرف إلى اللهو والعبث، فاجتمع القواد وخلعوه بعد أن حكم 6 أشهر وبضعة أيام. بدأت الدولة تتهاوى في عهد ابنه هارون، ومن ثم شيبان بن أحمد بن طولون الذي قاتله عامل العباسيين محمد بن سليمان، ودخل الفسطاط والقطائع، فاستسلم له شيبان وأسرته وسيروا جميعا إلى بغداد، حيث تم التنكيل بهم وقتلهم، وبهذا انتهت الدولة الطولونية عام 292 للهجرة، بعد أن استمر حكمها قرابة 40 عاماً.